الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا ومربينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وأدخلنا اللهم برحمتك في عبادك الصالحين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا جميعا من الفائزين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، سنتحدث إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم المبارك عن حقيقة الصيام ومقاصده. أيها المؤمنون، الله عز وجل من علينا أن بلغنا هذا الشهر الكريم، وهذه نعمة تستحق الحمد والشكر لله المنعم، إذ أن الكثير من الناس قد حرموا هذه النعمة وغادروا الدنيا وفارقونا قبل دخول هذا الشهر الكريم، وهم الآن تحت التراب يتمنون الرجوع إلى هذه الحياة الدنيا ليصوموا معنا رمضان ثم يموتوا بعد ذلك. أيها المؤمنون، إن شكر النعمة يكون باستغلالها وعدم تضييعها والتفريط فيها. بعض الناس يعتقدون أن صيام رمضان هو صيام فقط عن شهوتي البطن والفرج طيلة الشهر الفضيل، وهذا فهم قاصر عند هؤلاء الناس لعبادة الصيام. أيها المؤمنون، إن صيام رمضان كغيره من العبادات الأخرى، الغاية منه هو تحقيق مجموعة من المقاصد والأهداف التي يجب أن تحقق لتكون علامة على قبول صيامك عند الله عز وجل. فإن لم تتحقق فعلا أن صيامك لرمضان لم يكن صياما حقيقيا، وإنما هو صيام عن الأكل والشرب فقط. أيها المؤمنون، ما هي المقاصد التي تتحقق من صيام شهر رمضان لمن صامه كما أمر الله ورسوله؟ أولا، المقصد التعبدي. إن أول الآيات المستهدفة من الصيام هو تحقيق المسلم تقوى الله وتحقيق كمال العبودية له. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معلومات.
تروع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فعندما ينفذ المسلم أمر الله بالصيام عند إعلامه بدخول شهر رمضان، ويحرص كل الحرص على تنفيذ أوامر الله التي ترضيه واجتناب نواهيه التي تغضبه، سواء اقتنع الإنسان بها أو لم يقتنع، هنا يتحقق مقصد التقوى ويحقق كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. ثانيا، المقصد الروحي النفسي. في رمضان يعيد الإنسان لنفسه توازنها واعتدالها، إذ أنه في غير رمضان تمرض نفس الإنسان ويصاب بالاكتئاب بسبب جريه وراء الدنيا، وملذاتها وإرهاق نفسه وإتعابها بسبب التفكير في الدنيا أكثر من التفكير بالآخرة، وبسبب ابتعاد الإنسان عن الله. أما في رمضان فيصلح الإنسان علاقته مع الله بسبب هذا الجو الإيماني الذي يعيشه في هذا الشهر الفضيل، فينعكس هذا على نفسيته وقلبه إيجابا. وأخيرا، المقصد التربوي. إن شهر رمضان مدرسة يتربى فيها الإنسان على التحلي بمجموعة من القيم المهمة التي يحتاجها في حياته، ومن ذلك ما يلي: رمضان تربية للمسلم على التقوى ومراقبة الله في السر والعلن. رمضان تربية للمسلم على التعود على ذكر الله وقراءة القرآن والإلحاح في الدعاء. رمضان تربية للمسلم على الصبر وتحمل المشاق من أجل بلوغ النجاة. رمضان تربية للمسلم على التحكم في شهوات نفسه وتخليصها من كل العادات السيئة المدمرة. رمضان تربية للمسلم على التحلي بالقناعات والرضا والمداومة على شكر الله وحمده على نعمه. رمضان تربية للمسلم على الالتزام بالوقت وتنظيمه والقيام بكل الواجبات وتحمل المسؤوليات. رمضان تربية للمسلم على قول الكلام الطيب الحسن وتجنب الكلام السيء الخبيث. رمضان تربية للمسلم على تلفظ السلوك الحسن مع الناس وتجنب الخصام والشجار معهم. رمضان تربية للمسلم على حب الناس والإحسان إليهم قولا وفعلا. رمضان تربية للمسلم على التقليل من الأكل والحفاظ على الصحة. اللهم وفقنا لحسن الصيام والقيام، وتقبل منا صالح الأعمال. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، فهذه بعض المقاصد التي ينبغي أن تتحقق في هذا الشهر الكريم، وتحقيقها كما قلت في البداية هو علامة على قبول الله بصيام عبده وعلى استفادة المسلم من صيامه.
أما عدم تحققها ورجوع الإنسان بعد رمضان إلى سابق عهده من ارتكاب المنكرات وإلحاق الأذى بالناس، فذلك علامة على عدم قبول الله لصيامه. أيها المؤمنون، احرصوا على أن يكون صيامنا لرمضان صياما حقيقيا كما أمر الله ورسوله، وذلك بأن نخلص الصيام لله تعالى، وبأن تصوم جوارحنا ليس فقط عن الأكل والشرب، وإنما عن سائر المفطرات الحسية والمعنوية، فتصوم ألسنتنا عن الكلام السيء والحديث في الناس بالغيبة والنميمة وعن الكذب وشهادة الزور، وتصوم أعيننا عن مشاهدة كل ما يغضب الله من أفلام ومسلسلات وبرامج تافهة هدامة للقيم والأخلاق، وتصوم أسماؤنا عن سماع كلام اللهو والمحرمات، وتصوم قلوبنا عن الحسد والحقد والكراهية والتكبر على الناس. فاستغلوا رحمكم الله شهر رمضان من أجل تحقيق التغيير إلى الأحسن، ولا تضيعوا هذه الفرصة الثمينة والتي قد لا تعوض إن لم تكن من الأحياء في رمضان القادم. اللهم إنا ندعوك في أحسن الأيام عندك وهو يوم الجمعة، وفي أفضل الأشهر عندك وهو شهر رمضان، وفي أحب الجلوس إليك وهو بيتك الكريم. اللهم من كان من الحاضرين معنا له طلب فاقضه له، ومن كان مريضا فاشفه، ومن كان مبتلا فعافه. اللهم ارحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه يا مولانا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مفرما. اللهم اغفر لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا هما الا فرجته، ولا مسافرا في بدرك وبحرك الا هنيته وسلمته، ولا حاجزا من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها لنا يا ارحم الراحمين. اللهم نورنا بالقران الكريم، اللهم نور وجوهنا بالقران الكريم، اللهم نور طريقنا بالقران الكريم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يحرمون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا الشر وسوء ما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين. جلالة الملك محمد السادس، اللهم صل وسلم على رسوله عليه
اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه للخير وأعينه عليه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، وخذه إليك أخذ عزيز مقتدر. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم يا رب اغفر رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع أحبابنا من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واحسبي لا تتوسم فيكم الخير وتطلب منكم الدعاء لها، وهي التي تتصدق لهذا المسجد من مبلغ بالي اشترينا به الصمم. اللهم يا رب اعطها ما تتمنى، اللهم يا رب اعطها ما تتمنى وفوق ما تتمنى، اللهم يا رب اشرف عليها ما انفقت بغير حساب، اللهم يا رب اشرف عليها ما انفقت بغير حساب، اللهم ارزقها السعاده في الدنيا والاخره، اللهم يا رب كن لها وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، واجعل تحتها جميعا، اللهم يا رب جدد عليهم الرحمات، اللهم يا رب جدد عليهم النظرات، اللهم يا رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم يا رب من الذنوب والخطايا يا